السلام عليكم شباب، معكم سعد الدوسري. اليوم قلت اجرب العب سلندر. يلا خلينا نبدأ بدون مقدمات وخربطة. طبعا معي محمد ومحمد، يمكن تطلع اصواتهم كذا وشي، ما ادري. السلام عليكم، انا ذاك اليوم كنت كرافت عاد ما ادري عاد صوتك طلع ولا لا. الحين اصبر اصبر، شوف. لا دقيقة، وش اللي طفي اللمبة؟ كليك يمين. وين كليك يمين؟ ايه هنا. ايه وهذا وش يسوي؟ كل خير. هذا ايه ياخذ ورقات. طب وايه؟ ايه قرب. اوكي، ما في ورقة هنا قريبة. في شجرة ذي كبيرة. وين؟ ما ادري. بالعكس تلعب يا نفسك يا اخي، ما ادري. عرفت اللي تحس انك فجأة تصير انت مطفي اللمبة شوي، تقول كذا وتلقى في وجهك. لا بتناظر عادي، طفيها عادي ما يجيك الا لين جاء في وجهك. اصبر اصبر، وين ذيك الغرف اللي انت لقيتها قبل شوي؟ امشي سيدة يعني برايك؟ يا اخي شوف، هو كذا المفروض انه يسرع صح؟ يا اخي امشي بطيء. اصبر اصبر، ندور على ذي يعني يمكن نلقى. طيب اصبر شوف. اي صح صح، اعتمد على نفسك كذا. ايوه هذه ورقة، خلينا نشوف مكتوب. نو 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 يا الله. ايوه بديت اسمع اصوات، بديت اسمع اصوات، في شيء ينبض كذا ما ادري وش هو. اصبر احس انه وراي، فهمت؟ دقيقة دقيقة، خرها قدام نسرع شوي كذا. يا رب. ايوه اصبر، عرفت اللي بلت كيف يطلع في وجهي؟ هنا ما في شيء، غريبة. في عند السيارة يا أخي. وين؟ في السيارة في جنب، أتوقع ما أعرف، ما شفتها بس أتوقع. والله ما في شيء. يا. طب خرف خرف قدام، شوف، يمكن نلقى شيء. عرفت اللي اسمع صوت شيء ينبض كذا ومرتبك. هلا؟ من علامات السلندر كيف؟ هذه سيارة رحت لها؟ بروح لها الحين. عندها. يمكن. توقف. عرفت اللي موقفهم ما كلهم هنا وناسين سيارتهم. ما ياكل. الله ما ادري وش انه يسوي بالناس. ما ياكل. يسوي. بس راح نشوف. يدلف طف اللمبة عشان ما ها. أيوة. وش ذا؟ خلها نروح سيدة. شكل مشي إن سيدة كذا مخلي أمورنا سالكة يعني للحين. ها. يلا يلا خلنا كذا. نمشي قدام شوي. يا أخي مشكلة، هو زي الشجر فهمت؟ أيوة. وش ذا الشبك؟ يعني ما نقدر ننحاش. أيوة. طيب يلا كذا كذا هنروح سيدا نشوف. شوف السماء. يا ويلي، عرفت اللي تسمع نفس صوت المشي في اللي في ماينكرافت تمشي على الديرت؟ هذا صوت مشي هو ولا مشي انا؟ هي مشي انا. طيب يا اخي انا بيبعد عن الشبك فهمت؟ يا اخي بس طفي اللمبه يا اخي، ظلام. طيب عاد. طيب ذا المكان وسيع شوي. ايوه ايه، يمكن هنا في شيء. اصبر الباب حقه من هنا. في شيء، في شيء يا سيدي. لا لا اصبر اصبر، لين دخلت جوا، لين دخلت جوا. خلني من داخل، خلني من داخل، 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 من داخ
والله هذه وش ذا؟ ما فهمت. عرفت الورقة معكوسة؟ لقيت ثلاث اوراق يا ولد. بدا الصوت صار مزعج زيادة عن اللزوم. شفت هنا شفت هنا شفت هنا شفت يا ولي يا ولي انا انت بس نوع غريبة مش الصوت رعب لان شكله وخرجني اصبر ايش فينا الله يلعن بليس لا لا اتذكر الموقف اللي تو يا اخي الصوت صار مزعج فهمت اصبر يا ويلي ويلها لا تروعني انت بعد جدك يلا يلا ان شاء الله القى ثمان اوراق ان شاء الله اتوقع كم لا وقت تسجيل الحين ما طولنا ولا طيب يلا خلينا نشوف لا لا ما فيها ما فيها ما فيها هذا شيء هو ورقة هيلب مي انا خلني اساعد نفسي يلا يلا خلينا نروح نروح قدام نروح سيدة الله يلعن بليس ادري 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 الله يلعن بليس يو خرجني يا شيخ اصبر الله يلعن بليس يا شيخ يخرج قسم بالله اصبر اصبر انت مدري شلون ما انخرجت قبل شوي وانت تلعب قسم بالله يخرج ها؟ وش اللي لعبة عادي والله العظيم انها خرشت امي انا قايل لك ما احب الالعاب الالعاب يا اخي ما احب شيء كذا يطلع في وجهك فهمت؟ يا ويلا تكفى بعد عني يا شيخ تكفى لا تقعد جنبي كذا لا هو سلندر ذا طف لمبه هو يضرب لمبه وما ينظرك ايوه في ورقه هناك طف ها؟ طف طف يلا ركض 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 هذا اشوف اشوف ايوه دونت لوك لا خلاص يا ربي طيب يلا اجل يعطيكم العافيه اذا عجبكم الفيديو اعطونا لايك واذا عجبكم مرة اعطونا فيفورت ولا تنسون السبسكرايب وشير واكتبوا لي كومنت وكان معكم اخوكم سعد الدوسري السلام عليكم